اطلع وكيل حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عامر العامري على مشروع نظام الإنذار المبكر لحماية مدينة سيبان من كوارث السيول والعاصيرة، وتعرف العامري من منسق مشروع اليونسكو للحد من مخاطر الكوارث المهندس ناظم العبسي إلى شرح مفصل عن النظام الذي يتم إنشاؤه في مدينة سيبان لمراقبة توقعات تدفق السيول والفيضانات وكيفية مواجهتها من خلال غرفة عمليات وتحكم متكاملة مزودة بكافة التجهيزات المتكاملة. قام مدير الإصحاح البيئي بالمحافظة أنور الموسطي بحملة تفقدية على بعض المطاعم والبقالات والكفتيريات بالشرج واديس المكلا، حيث تم ضبط مسلخ بالشرج لم يقم بالالتزامات الصحية في الذبح، إضافة إلى ضبط مطعم في ديس المكلا يبيع عصائر طازجة من فواكه غير قابلة للاستهلاك. هذا وقد عمل الموسطي محاضر على جميع المخالفات وتعهد مالكينيا في حال ضبطه مرة أخرى يتم عمل الإجراءات الصارمة برفعها للنيابة العامة للإغلاق التام لهم. Thank you.